اهلا وسهلا بيكم مع قناه دكتور محمد جوده، وانا دكتور محمد جوده. في الحلقه دي هعرفكم كتير وهعرفكم معلومات كتيره قوي عن كارت النظاره ومقاس الكمبيوتر، وبعد الحلقه دي ما تخلص هيكون كل واحد فيكم خلاص قادر ان هو يفسر كارت النظاره بتاعه ويفصل الورقه الصغيره اللي بتطلع من جهاز الاطرافه او جهاز الكمبيوتر. كمان هيبقى قادر ان هو يشرح لغيره ويقول له ضعف النظر اللي عندك ده، والله لا ده انت عندك طول نظر، ده انت عندك قصر نظر، ده انت عندك استجماتيزم. كل الحاجات دي هتبقوا قادرين ان انتوا تعرفوها بمجرد انتهائكم من الفيديو بتاعنا ده. بس كل اللي انا عايزه من حضراتكم ان انتوا تضغطوا زر الاشتراك في القناة بتاعتنا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتركزوا معايا في الفيديو وان شاء الله مش هيكون صعب خالص. يلا بينا. طيب برضو عشان نبدأ نفهم وما تخلينا للأوتوريف وكارت النظارة، احنا عايزين نعرف اساسا ايه هي عيوب الابصار بتاعتنا. فانا في الورقة دي طبعت لكم اول نوعين من عيوب الابصار، وهي طول النظر وقصر النظر. لو هتركزوا معايا في اول واحدة اللي هي طول النظر دي، شوفوا الصورة طالعة متكونة ورا الشبكية، مش في الاول، متكونة ورا الشبكية، فالعين مش قادرة تجمع الإشعة على الشبكية. فبيحصل إيه؟ والله بنجيب عدسة. شوفوا العدسة عملت إيه؟ العدسة خلت البؤرة بتاعة الإشعة دي تطلع قدام. يعني العدسة دي عملت إيه؟ العدسة دي جمعت الإشعة عشان تقع على الشبكية. عشان كده عدسات طول النظر اسمها عدسات موجبة، عدسة بتقوي العين، عدسة بتزود في قوة العين لأن العين ضعيفة شوية. طيب الحاجة التانية وهي القصر النظر. شوفوا الصورة اللي تحت، الصورة دي الإشعة اللي طالعة عشان تتكون على الشبكية، تتجمع في الشبكية، العين مش عارفة أو جمعتها بدري على الشبكية، فاحنا حطينا لها عدسة جمعتها على الشبكية. العدسة دي عملت إيه؟ العدسة دي قللت من قوة العين شوية، فالعدسة دي بقى اسمها عدسة سالبة. فاللي عنده طول نظر، اللي عنده طول نظر بنحط له عدسه موجبه، واللي عنده طول قصر نظر بنحط له عدسه سالبه. الحاجه الثانيه وهي الاستجماتيزم. طب ايه هو الاستجماتيزم؟ خلينا الاول ارجع لكم نفس الورقه اللي انا كنت ماسكها دي. شوفوا كده يا جماعه، طول النظر اهو، الصوره متجمعه ورا الشبكيه، متجمعه ورا الشبكيه بس متجمعه في نقطه واحده اهي. شوفوا التحت اللي تحت دي، قصر النظر متجمعة قدام الشبكية بس في نقطة واحدة. طيب ايه الاستجماتيزم؟ الاستجماتيزم الاشعة متشتتة على الشبكية مش متجمعة في بؤرة. وده شكلها هو يا جماعة، شوفوا كم نقطة، الصورة جت مشتتة على الشبكية. طب هنحط لها ايه؟ هنحط لها عدسة اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ اسمها السيلندر. العدسة دي جمعت النور على الشبكية، جمعت الإشعة على الشبكية، ما بقتش في كذا نقطة. دي الرايت آي، العين اليمين، ودي الليفت آي. الآي بي دي دي يعني البعد البؤري ما بين العينين. طيب عندك قسمين، قسم سفير وقسم سيلندر. قسم السفير ده القسم اللي هو اللي احنا بنحط فيه الإشارة الموجبة أو السالبة لو حد عنده طول نظر أو قصر نظر. وزي ما اتفقنا، لو شفتها بعلامة موجبة يبقى الشخص ده عنده طول نظر، لو شفتها بعلامة سالبة يبقى الشخص ده عنده قصر نظر. يبقى أول خانة هنا سواء شفتها في كارت النظارة S أو شفتها سفير أو شفتها الاختصار بتاعها، ده معناه طول النظر أو قصر النظر. تاني حاجة اللي انت شفتها دي، لو شفتها كلمة سيلندر او سي او سي واي ال، ده معناها ايه؟ ده معناها الضعف بتاع الابصار، الضعف بتاع الاستجماتيزم، قيمة الاستجماتيزم اللي في العين دي قد ايه، او ضعف النظر اللي في العين دي قد ايه. طيب الاستجماتيزم ده معاه اكسس، ده ضعف على زاوية زي ما اتفقنا. يبقى اي خانة فيها استجماتيزم هنلاقي وراها كلمة A أو Access، أو على طول الخانة دي الاستجماتيزم ده ممكن يكون على زاوية 15، على زاوية 20، على زاوية 90، على زاوية 180، whatever زي ما يكون. طيب ناس كتير مننا قعدوا على جهاز الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر طلع لهم الورق الصغير دي. برضو أول حاجة العين اليمين، تاني حاجة العين الشمال. شوفوا العين اليمين هنا فيها A، S، C و A. S اللي هو السفير اللي هو الضعف
بتاعنا سواء طول نظر او قصر نظر، اللي عندي فيها بلس 2.5 سفير، يعني طول نظر 2.5. خانه السي او السلندر او الاستجماتيزم دي 75%، والاستجماتيزم بتاعها ده الزاويه بتاعته. طيب العين الشمال، العين الشمال فيها ايه؟ العين الشمال دلوقتي فيها 2 طول نظر، ما فيهاش استجماتيزم. يبقى انا دلوقتي لو حد وراني الورقه دي هقول له والله يا فندم حضرتك عندك ضعف، اولا في ضعف في العينين الاثنين. الضعف في العين اليمين في طول نظر 2.5 مع 3/4 درجه استجماتيزم، والضعف في العين الشمال في بس 2 طول نظر. طيب نيجي بقى للخانه للعين الثانيه. ما هو احنا دلوقتي يا فندم انت عندك العين اليمين الحمد لله ما فيهاش وفيها ربع درجه استجماتيزم، يعني يكاد يكون ان انت حضرتك ما عندكش ضعف ابصار. طب العين الثانيه فيها ايه؟ شوفوا كده السطر اللي هو الغامق شويه اللي في الاوتوريف ده عنده حوالي 0.5 درجه ضعف نظر. ضعف النظر من ايه؟ من نوع ايه؟ من النوع السالب، يعني عنده قصر نظر ومعاه قصر ومعاه استجماتيزم. خلي بالكم الاستجماتيزم ده ممكن يكون بالطول او بالقصر عادي. الاستجماتيزم نوع من انواع ضعف الابصار، ممكن يكون طول نظر او قصر نظر. يبقى والله اول خانه احنا شفناها اهو فيها قصر نظر 0.5 درجه، ودي برضو درجه قليله ومعاها درجه استجماتيزم، ودي الزاويه بتاعتها. يبقى انا دلوقتي قادر ان انا ابص في اي مقاس واشوف. طيب هل ممكن ان انا الاقي مقاس ماينس 8 وما فيهوش استجماتيزم؟ وارد جدا. هل ممكن الاقي مثلا واحد عنده 3 درجات استجماتيزم وفي الاول زيرو؟ وارد جدا، مفيش اي حاجه خالص. الدكتور بيعمل ايه بقى؟ شوفوا بقى العدسات بتاعتنا. من ضمن العدسات بتاعتنا يعني بص مثلا على العدسه دي، العدسه دي كام؟ ماينس 4، يعني العدسه دي هتتحط الواحد عنده قصر نظر 4 درجات ماينس 4. طيب بص كده في العدسه دي، العدسه دي عدسه دائريه، يعني هتصلح في ايه؟ هتصلح في الدايره كلها بتاعت القرنيه مش في خط اهي. وده ده ايه؟ ده تشامبر. فانا دلوقتي هحط الماينس 4 اهي، تمام. طب لو واحد عنده بقى في المقاس بتاعه ماينس 4 ومعاه مثلا 1.75 استجماتيزم، خلي بالكوا اهي عدسات الاستجماتيزم اهي عشان تبقوا واخدين بالكوا. شوفوا فيها ايه؟ فيها شرطة اهي، شوفوا فيها سهم فوق اهو عشان يقول للدكتور ان ده الاكسس بتاعها. طيب المريض بتاعنا مثلا هنقول ان هو عنده 1.75 على اكسس 90، الدكتور هيعمل ايه؟ هيجيب العدسه دي كده اهي، اسف، وهيحطها كده، ودي عنده بتتحرك. دي بتتحرك ليه؟ مش فارق معايا خالص العدسه اللي تحت، العدسه اللي تحت كده كده عدسه دائريه بتصلح في الـ في الـ في, الـ في القرنيه كلها، فهي كل نقطة فيها بتصلح ماينس 4. طب الواحد 75 ده بيصلح فين؟ ده بيصلح في الشرطة دي بس اهي. فأنا عايز أوجهها على الحتة اللي هي هتصلح عليها، شوف أهو ماينس 90 أهو 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 أهو، خلاص. يبقى أنا كده ظبطت أوتوريف بتاع ماينس 4 مع ماينس 1.75 على الأكسس 90. يا رب يكون الفيديو ده فات حضراتكم، مش عارف أنا عرفت أشرحه ولا لأ، بس انت كده تقدر ان انت تشرح لاي واحد اولا انت عندك طول نظر ولا لا، عندك قصر نظر ولا لا، عندك استجماتيزم ولا لا. بس فانت كده حضرتك دلوقتي معاك الورقه الصغيره دي تقدر تفسرها، الورقه الكبيره خلي بالكوا زي ما قلنا السفير اللي هي العدسه، العدسه دي العدسه الدائريه دي اللي بتقول لي اذا كان طول نظر او قصر نظر، دي عدسه بتصلح في الدايره كلها بتاعه القرنيه، كل نقطة من نقط القرنية في السفير محتاجة تصليح سواء بالطول أو بالقصر. بينما الناس اللي عندهم استجماتيزم ده زاوية واحدة من القرنية هي اللي عايزة تظبيط، يعني مثلا هتبقى العدسة كده على 90 كده 180 وتفر الدرجة اللي احنا عايزينها. بس كان فيديو طويل شوية، اتمنى انه يكون فات حضراتكم، وقولوا لي في الكومنتات فهمتوا حاجة ولا لأ. كان معكم دكتور محمد جودة، شكرا على دعمكم ومشاهدتكم للقناة بتاعتنا، وان شاء الله انتظروا فيديوهات جديدة مفيدة بإذن الله. مع السلامة.